España, no, no. ¿Mm? ¿Qué es España? اه يمكن تبين يمكن الحرارة هبطت شوية ملي كيكون الشرقي تما كيبان والو تما. شاغ قرسيفي انا تفكرتك شي وقت سولتيني احسن منطقة في طنجة. انا بالنسبة لي احسن منطقة هي هادي هي مرجان، عندها موقع اكسترا يعني هي في الراس ديال افريقيا وجاية في واحد لافاليز و او ميم طون حي امن يعني هنا لا سيكوريتي تصير بجوج الليل 11 4 الصباح ومنطقة هذه معروفة حتى المقابر شو المقبرة هي هذه اللي على اليمين مقبرة مرشان وعلى اليسار قصر مرشان منطقة فيها والمسجد هو اللي بغيتي كاين هنا والناس ديالها طيبين وفي الغالب هذه المنطقة ما عرفتش الهجرة في حال يعني الهجرة من مناطق أخرى من المغرب لمدينة طنجة في حال باقي الأحياء يعني هنا كتلقى في الغالب الناس ديال المرشاة الناس ديال السبيلة الجماعة يلا زيد اون فاس غير باش عرفوا النيفو فين هي من حيث العلو كيبان لكم الجبل الكبير اون فاس وهاد الطليعه بالنسبه للسيارات السياره اللي على قدام الاحسن ما تجيش هنايا هاد العقبه هادي واقفه بزاف كنديرها على رجلي ملي كنكون معكاز كنهبطها ملي كنكون ان تي بو اون فورم كنطلع هاد العقبة هادي فريمون الى عندك القلب على قدو غتوقف 4 5 د الوقفات في الطريق يلا وليدي يلا وهذا فين دخل هاد السيد هذا هو ميرامونتي الكامبينغ فيه بيسين فيه مقهى فيه الكومبينغ ما عرفتش مؤخرا شي واحد قال لي باقي ما فتحش رسميا يمكن عندها علاقه بهاد الجائحه بتاتر هادي الادروات هنايا فين كاين دوك الاماكن فين كيكونوا الخيام فريمون خاوي لان موالف كيكونوا الخيمات كيدوروا من هنايا الو هاد ميرامونتي هادي كتهبط بون المرقلة حنا دابا في مفترق الطرق اذا مشينا اغوش غنخرجوا في عين حياني دردب واذا مشينا ادروات سي مرقلة نديرو شي جولة معايا واحد المرافق مفشش قلبي ما يمشيش على رجلو انا هادي سانسيرمون كتعجبني نديرها على رجلي علاش لان انتما بون راه سبق لكم شفتوها هاد المنطقه هادي تمشي مع لاكوت تقريبا فلالي والروتور يمكن شي ما عرفت بين 6 7 الكيلومترات طب كافيه كديرها لنا لي الروتور ورجع في حالك انت مريض مع راسك شبعان يود وهنايا اغوش كاينه واحد اون بتيت بلاج هي المعروفه ببلاي د مرقاله صراحه انا ما نعومش فيها لان لا بلاج ديالها ما نعرف على مستوى التصنيف واش صالحه للسباحه ولا لا ما عندناش اي شي ليست كتخرج اما لا بلاج ديال المدينه صراحه
ما غادي نقول شيء ملوتة، ولكن أنا بالنسبة لي كاين دي بلاج اللي هما أفضل، كاين مناطق طنجة الحمد لله في لي دو سونس، مشيتي في اتجاه طريق الرباط يعني في جهة لوسيو كاين لي بلاج حتى الأصيلة كلها بلايات هذي، وكاين عاود في اتجاه القصر الصغير اتجاه داليا سيدي قنقوش انسي دو سويت كاين دي بلاج عاود روعة في لا ميديتراني. هادوك اللي عنده دراري صغار ولا اللي ما عزيزش عليه المغامرة في المياه وهذا كيمشي تما لي بلاج تما ترانكيل. مي تما كاين واحد المشكل رانا سبق لي هضرت عليه، هو الا مشيتي السبت عندك الجمعة في العشية السبت والحد في الذهاب الى حصلتي في داك الكونفوا يعني باش توصل خصك واحد الساعة د المكانة ولا اكثر، اما في الروتور فنقدر نقول لك ساعتين وبلا مبالغة باش يمكن لك ترجع. الطريق كتعمر بزاف داك لي بوشون هذا كيوقف هذا كيوقف هذا وعاد كتلقى ان باراج ولا دو باراج، ولا هذا الاغلبية اوكي نزيد لا كوتش كوتش ستي شنو كوتش شنو كوتش لا هذا ديالي لا 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 صافي لونتر كوتش جي با كنت ملي كان هضر. هذه الحافة هي اللي كتبان حضروات، هذه كيمكن تطلع من هنايا وتخرج حتى الحجرة كاين اللي كيسمى الحجرة غنام كاين اللي غرسة غنام توت فاصون تما ما كاين لا غرسة لا والو، كاين حجيرات كاين فيهم مقابر بنية قديمة، وتما كيتعلقوا دي بلاك كاينين شي دوك اللي كنسميهم دائما المخلوقات العجيبة كيجيو كيقلعوا دوك لي بلاك عرفت شي ديك النزعة التخريبية، كاين الناس اللي ما عارف من كينتقم ما نعرف. دابا دخلت عليكم بالله هاد الخضورة اللي في الجانب وهذا سي ماشي اكسترا اوردينير، يعني من قبل كنتي كدوز هنا كتلقى غير البرارك، ودابا السلطات شويه بشويه كاين بيان سور اللي هما كيقول لك هذوك الناس فين غيمشيو، هذوك الناس ها هما مشاو ما يعني راه قلبوا لهم على حل، راه لا بلوبار دخلوا في الفتره اللي كانت الفوضى، كتجي ديك الفتره ديال الانتخابات كيجي شي واحد خصو كيقول لهم سيروا بحال الارض خلاها له بواح سيروا بنيو اللي هضر معاكم انا هنا، وفي عديد من المناطق دارت. انا صراحة هذاك هو اللي خصو، هذاك هو اللي خصو العقاب، اللي كتكون جريمة راه فيها اطراف. هنايا ردوا بالكم صحاب السيارات، عدة مرات لقيت حوادث هنايا لان كندير هاد الطريق على رجلي بزاف، واحد النهار واحد السيارة مشت تا يعني شي واحد فرانا على المواطنين اللي دايزين لان ستا باساج هذا ديال ممر الراجلين، وشي واحد جا من اللور واحد لقيت غير القزادرة تما مشتين الزيوتات في الارض، ولهذا هنايا في الحقيقة داك لابلاك ديال 50% 50 كيلومتر في الساعة إذا تحترمات راه ما كنظنش غادي توقع شي حاجه، حتى الا كانت شي حادثه كتكون خفيفه كما لي ديغا ايما ما كيكونوش. كنت بغيت ندوز هنا خفت هذا هكا خصني ندور رافي سبا غراف سبا غراف. احنا درنا دويره بلا نوايا دونك غادي نمشي حتى للروب ولا اخر لان هنا ما عندكش فين دور. كاين بنادم اللي كيدير ديك الزعامه الخاويه
حتى انا كنديرها حيت دابا كنصور. ما نعرف انا مغربي بحالي بحالك، الا درتيها انت حتى انا نديرها. بون جيساي دو ريسبكتي لا لوا ماكسيموم، وفي شي ظروف ما نعرف استثنائيه ممكن كل شيء انا ملك. شوف الطاكسي تحبك وقف راح تيدوز سياده الطاكسي. طنجه نظيفه، وكما قال واحد الصديق ديالي انا سي نور الدين، باش ما تقول شيء، انا اللي كيتهمني بانني انا اللي تكرفص على طنجه. دونك هنايا ندورو غادي نرجعو، لان هادي ما بقى هنا ما يتشاف، ديك كاعتبرها بحال لوتورود هادي. هنايا هاد ميناء طنجه المدينه، هاد البنايه هادي في الحقيقه ما ريبوهاش، ولات باتريمون حتى هي. هنا كانت المحطه ديال القطار القديمه. يلا سيدي زيد نعطيتك السينيال. يلا وانا كيبان لي داك مول تريبورتور، يعني الا مشيت مورا غادي نبقى حاصل. قلت هاد المحطه القديمه في 79 جيت في القطار، كتعقلوا الجينيراسيون ديالي، كان داك القطار اللي كنا كنسميوه كوبوي، اللي كان كامل لوح، وفيه داك اللي كيبيع قهوه لاتاي، قهوه حليب، قهوه لاتاي، وداك اللي كيدير كاسكروطه البيض. تعرف ديك الريحه ديال البيض في التران، والتران مشدود، كاين السراج مبلوكيين، كاين اللي مطرقين بالمسمار. المغرب بون، شو على ميناء كي داير، شو على مدخل، والمسجد رائع، وهذا الميناء ديال الصيد. لا طنجة بصراحة، طنجة تقدمات، كاين بزاف ملاحظات، بزاف ما يتقال، ولكن بون هنايا جايين دابا الكونتر جور، ما غيبان والو، غادي نقطع. يلا تحياتي.